على هذه المركبة المتواضعة يجمع طلابه ويذهب بهم إلى الأماكن المفتوحة ليعلمهم فنون القتال بكافة أنواعه في الهواء الطلق. فمنذ نعومة أظفاره بدأ أحمد مشواره مع فن القتال. دخلت الطريق الفنون والعلوم القتالية منذ إن كان عمري 4 سنوات. من خلال انطلاقتي ومسيرتي في هذا الفن بديت أسلسل إلى بقية الفنون والعلوم القتالية، ثم اتجهت إلى فنون وعلوم قتالية أخرى منها رياضة النينجا والجودو والكاراتيه والجوجستو والمويتاي والملاكمة، حد ما وصلت وانحدرت إلى رياضة التايكواندو الكورية. أكثر من 150 شهادة حصل عليها أحمد من بلدان عدة، ويلقبه العراقيون ببروس العراق، ويطمح أن يفتتح أكاديمية لتعليم الفنون القتالية لينقل ما تعلمه للراغبين من أبناء بلده بمختلف مشاربهم. طموحاتي أن أفتح أكبر أكاديمية للفنون والعلوم القتالية والدفاع عن النفس والتعبير عن الذات وتعزيز الثقة في النفس من خلال الفنون القتالية، من خلال الفنون والعلوم القتالية للمدارس والجامعات والجيش والشرطة. غياب الدعم الحكومي لموهبة أحمد وأمثاله من العراقيين يجعله عرضة للهجرة خارج العراق إلى بلاد تقدر ما يقدمه وتوفر له سبل النجاح، وهو أمر يفسر ربما هجرة العقول والخبرات العراقية على كافة الأصعدة. في العراق لا يوجد دعم، كل الذين واعدونا وكل الذين أتونا وقالوا ندعمكم كذبوا علينا، لا وجد دعم. ولكن اجتني دعوات، يعني احكيها باللغه اللي بصريح العباره، اجتني دعوات خارج القطر وان شاء الله راح ابدي بيها. اجتني دعوه الى تركيا ودعوه الى اليونان ودعوه الى سلوفينيا ودعوه الى المانيا. كان متاحا لاحمد ان يدرب تلاميذه في اكثر من مكان، ومن هذه الامكنه المركز الوطني لرعايه الموهبه الرياضيه للتايكواندو فرع واسط، الا ان نظام المحاصصه والفساد الحكومي اغلق ابواب هذه القاعات ليضطر لتدريب تلامذته في العراء. بعد ما تغيرت الاحوال، احوال الدوله والوزاره، صارت محاصصه واحزاب غلقوا القاعه، فاضطرينا نتجه للبريات، للبر، في اي مكان نتدرب. والتجهيز اللي تشوفه هسه مثل ما جاي تشاهد ورانا، التجهيز هذا كله على حسابنا الخاص. قصه احمد تمتزج بها مشاعر الفخر بمشاعر الحزن على مواهب العراقيين في ظل الاهمال الحكومي الذي يؤدي الى هجرتها.